السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنهضرو اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو على بعض المشاكل اللي كيطيحوا فيها الفلاحة اللي كيديروا الفصة من حيث الانتاجية. بحيث اكثرية ديال الفلاحة كيتوجهوا كياخذوا واحد الزريعة اللي كتكون مزيانة، وفي التالي ما كياخذوش واحد الانتاج اللي هو كبير بالنسبه للفصا، واخا كانه عندهم خداو زريعه اللي من نوع زوين، ولكن ما كياخذوش واحد الروندمون اللي هو مزيان. وهنا ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نشرحوا المشاكل اللي كتخليهم باش ما ياخذوش واحد المنتوج اللي هو كبير واخا خداو زريعه مزيانه. اللي من بين هاد المشاكل انهم ما كيهيئوش الارض مزيان. المشكل الاول هو التهيئ، كيكون في التهيئ ديال الارض. الارض خاصها تكون مهيئه مزيان. والمشكل الثاني هو ان الفصا حتى هي نبته كباقي النباتات كتحتاج واحد السقي اللي يكون منتظم. ومن بعد السقي ضروري ان النبته ديال الفصا كتحتاج حتى هي تغذيه اللي هي عباره عن الانبيكا. ضروري اننا نعطيوها الازوت والفوسفور والبوتاس. ضروري في البدايه ديال 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 الغرس ديالها، وفي مرحله النمو، ومرحله يعني يقرب مرحله الحصاد والجنين. زيادة على ذلك، نبتة الفصا كتحتاج واحد النسبة ديال الغبار. الغبار كيساعدها انها تعطي واحد المنتوج اللي هو مزيان. وعندنا المشكل الرابع والمهم هو اللي هو محاربة الحشرات والديدان اللي كتكون في الفصا، لانه هاد الديدان وهاد الحشرات هما اللي كينقصوا لنا في الانتاجيه ديال الفصا. وبذلك خاصنا نبقى نديرو تريتمون، نداويو، خاصنا نداويو شي ادويه اللي تكون فعاله ضد هاد الحشرات وهاد الديدان اللي كتكون في الفصا، باش نخليو الفصا ديما تكون الورقه ديالها مزيانه. وبالنسبه لمرحله الحصاد، راه الفصا كما كتعرفوا راه خاصة كتبغي هي تحشى تزدر لها كما كيقولوا، خاصة تحشى بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. وفي الاخير كنبغي نقول بان ماشي النوعيه ديال البذور هي اللي كتعطينا واحد الانتاجيه جيده، بل العنايه المستمرة هي اللي كتعطينا واحد المنتوج مزيان.